ما كاين خلافات. النقاش اللي داير على سلوك التربية العالم في القرى هو لا ما كاينش نقاش. كاين نقاش لا الأغلبية. شفتي مشيت عليه؟ لا ما كاينش تعديل. ما كاين ما كاينش. ما كاينش. بالنسبة لك الأغلبية منسجمة. أغلبية منسجمة ومتماسكة وكتقوم بالأدوار ديالها داخل البرلمان وفي الحكومة وكل شيء غادي مزيان. أما 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 الكلام اللي كيتقال في الكلوارات والكواليس هذاك من شأنه إلا أن يزعزع من تماسك الأغلبية ولكن لن يفلح، وهم من يعتقد أنه قد يزعزع هذا الانسجام اللي كتعرفوا اليوم الأغلبية لا سواء البرلمانية ولا الحكومية. سمعنا كلام في اللجان كتناقش الأغلبية كلها هجوم بين الأغلبية، الاستقلال عنده رأي والقوم عنده رأي. حول ماذا؟ حول عدة ملفات من بينها التكايسة الأستاذ. هادشي ديال المحروقات. لا شوف هادشي ديال المحروقات هو واحد الموضوع اللي تم تسييسه، نشرحوا للناس هادوك الأطراف نشرحوا لهم بالأرقام بالتقارير بمجلس منافسة نعيا ونشرحوا لهم، هما باغين يسيسوا هذاك الموضوع ولكن مع الأسف ما فهموش الدرس لأنهم سيسوه في الفترة الماضية. الجواب المغاربة كان واضح في 8 شتنبير ولقناهم المغاربة درس. إذن هاد الوسيلة ديال أنهم يتخذوا من المحروقات واحد الملف باش يهاجموا فيه على الأغلبية ما بقاش واكل، والدليل هو الانتخابات ديال 8 شتنبير وبالتالي راه كيضيعوا الحجرة. أما النقاش اللي كاين في اللجان وداخل اللجان هو نقاش صحي لأنه كل نائب يعبر عن قناعاته لأنه ممثل الأمة وهذا اللي يفسد له القضية، لكن من يسيس هذا الموضوع فهو غادي في السكة الغلطة. وإلا كان تراجع من فريق إلى مجموعة نيابية ربما في الولاية الجاية إلا بقاو متمسكين بهذا الشيء يقدروا يوليو غير متسبين.